خلاص طب الدوري رجع وعندنا ان شاء الله مباراه مهمه جدا يوم السبت، مباراه الاهلي والزمالك، فنيا شايفها ازاي من الجانبين يعني، وخاصه طبعا جانب النادي الاهلي؟ شوف النادي الاهلي انا شايف ان هو لم يقدم حتى الان المستوى اللي كان عليه ما قبل كورونا، وعنده مشكله الاصابات، دي النقطتين المؤثرتين سلبيا. نادي الزمالك ايضا تاثر. الزمالك على فكره علما بان يعني المنتمين للزمالك هم الاكثر معارضه لعوده النشاط في الفتره اللي هي اللي فاتت دي، لكن الزمالك كان هو الاكثر نادي المفروض انه يطالب بعوده النشاط. ليه؟ لانه نهى في اعلى منطقه، نهى بطل السوبر الافريقي وبطل السوبر المصري ومعدي الترجي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، فهو عامل انتصارات. لو كان اي زملكاوي نام كده وحلم انه هيعدي اثنين من الثلاث عقبات، مظبوط، حاله كانت جيده جدا، حاله فنيه، خلينا نقول كل امانه، حاله فنيه وطبعا حاله معنويه عاليه جدا بالظبط.